طيب انا معايا على التليفون كابتن عبد المنعم شطه، نجم النادي الاهلي الاسبق وصاحب الخبرات الاداريه في الاتحاد الافريقي لكره القدم. كابتن شطه، مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب. اهلا يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيب يا اخي، وحضرتك بصحه وسلامه دايما يا رب. اتمنى تكون يعني سمعتني في الجزء المتعلق بموضوع تقنيه الفيديو والقانون وخطاب الشركه المسؤوله عن تنفيذ هذه التقنيه وموقف المكتب التنفيذي غدا. تعليقك في البدايه لهذه الاحداث وما ذكر من هذه المعلومات. هي انا ما سمعتش انت قلت ايه، بس انا اتكلم من خلال خبراتي يعني، ومن خلال يعني الفار ده ليه بيستعملوه او ليه ادخلوه في كره القدم. احنا عارفين كويس قوي ان كره القدم اصبحت كره صعبه جدا انه يحكمها واحد في نص ملعب لوحده. جابوا له بقى الفيديو اسيستنت ريفري ده وعشان يساعده في حكايه الحالات اللي هي فيها لغط كبير او فيها شكك، خصوصا الكوره اللي هي بتحرز منها اهداف او الكوره اللي بتبقى فيها يعني هجمه خطيره عشان تحدد اذا كانت هذه الهجمه صحيحه او غير صحيحه. مزلوط. اللي حصل الحقيقه، اللي حصل الفار ده عندنا في افريقيا هي بتحصل فيه حاجات ما بتحصلش في اي قاره اخرى، انه يعطل، انه يجي عطلان، انه ما اعرفش الكهرباء تقطع، انه ما اعرفش المونيتور حد يخبطه بعصايه ولا حد يخبطه، حاجات حقيقه ما بتحصلش في 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 الموضوع ده. وانا سمعت اكثر من مره بيقول لك انه الفار كان عطلان لما كان تم يعني الانستليشن بتاعته وحطوه كان عطلان. طيب اساسا انت لازم يكون قبلها على الاقل يوم او يومين الفار راكب وعامل له التيست والتيست موجود والحاجات دي، وبعد كده بقى تيجي بقى ايه تخلي المباراه تقام. لكن الحقيقه حصل لغط كبير جدا انه الفار كان عطلان والحكم بلغ كباتن الفريقين او رؤساء الناديين، وكل واحد يقول لك لا ما بلغناش ده بلغنا. الحقيقه الاتحاد الافريقي يجب ان يعيد في اداراته او في المراقبين وفي والمنسقين المباريات وفي الحكام والحاجات دي، لازم الحاجات دي تدرس صح وتتعمل صح، لانه هي اصبحنا في هذا المضمار احنا ضعفاء جدا في الاتحاد الافريقي من حيث تطبيق هذا الفار. وحكامنا اللي هم في شكل كبير جدا انه الحكام اصبحوا يعني مشاكلهم كتير جدا، بدليل انه ايقاف جهاد جريشة يعني بالرغم انه اي حكم بيغلط وحكم بيحسب ضربه جزاء وبيحسب ضربه جزاء في الحاجات الفنيه وفي قانون اللعبه، مش ممكن حكم يوقف عشان خاطر انه ادى قرار خاطئ او لغى هدف، الحاجات دي حقيقه ما بتحصلش. طيب كابتن شطه، اتفضل اتفضل. اولا يعني الخطاب اللي ارسل هو طبعا في ثلاث شركات في العالم الاتحاد الدولي بيعتمدهم كشركات مسؤوله عن تنفيذ تقنيه الفيديو الفار. احدى هذه الشركات هي متعاقده مع الاتحاد الافريقي، ارسلت خطاب يوم 30 ليله المباراه للاتحاد الافريقي هنا في مقره الرئيسي في القاهره، اخطرته بانه توجد صعوبه في لحاق القطع الثالثه المتعلقه بتطبيق تقنيه الفيديو الى تونس لعدم وصول اباء الاجراءات في مطار الرياض لوصولها الى تونس، امور جمركيه، امور اداريه، تاخرت القطع الثالثه. وبالتالي الفكره هنا مش في عطله اصلا في التقنيه، الاساس ان اصلا تقنيه الفيديو لم تصل الى تونس. فالاساس اللي بيعتمد عليه نادي الوداد يا كابتن شطه ان هنا حصل تدليس بعدم اختارهم رسميا بعدم وجود تقنيه الفيديو، وان المراقب والمنسق وحكم المباراه والاتحاد التونسي كلهم كانوا متفقين على ذلك وعندهم درايه، والاتحاد الافريقي عنده درايه، لكن لن يعلموا الاتحاد المغربي ونادي الوداد بهذا الامر. هنا تكمن القضيه، هنا الازمه نفسها والمشكله نفسها. طبعا الكلام بتقوله ده كله كلام، انا يعني بالنسبه لي انا كراجل مسؤول المفروض ما يحصلش في قاره كبيره زي الاتحاد الافريقي، لازم تكون هذه المعدات تكون موجوده عندك في اتحادك هنا في مقرك هنا، تطلع من مقرك، لانه دي كلها حاجات كلها ادوات عباره عن سويتشر وعباره عن ميكسر وعباره عن كاميرات وعباره عن كلها حاجات فنيه وحاجات سهله جدا انها تبقى في الانستليشن. لكن كون انا استنى بقى عشان تخش في جمارك وتطلع من جمارك وتخش جمارك، دي مسؤوليه الاتحاد الافريقي عموما انه لازم كان الاجهزه دي تخش وتبقى موجوده في تونس قبل المباراه ب 24 ساعه، ده اللي انا اعرفه. لكن هذا الامر لا يلغي مباراه، وهذا الامر يعني ما يكونش السبب الرئيسي في انه يعني مباراه تعاد او لا تعاد، انه ما فيش فار خلاص الحكم يحكم لوحده. لا، المباراه تلعب، القانون بيقول المباراه تلعب حتى لو ما فيش فار. حتى لو جه مساعد لحكم واحد المباراه تلعب. بالظبط. ولو الحكم ما راحش يعين حكم من الدوله المضيفه، انها هي تعين حكم كمان، يعني القانون في دي حاجات واضحه وكثيره، لكن التمسك بالفار ومش الفار ده ما اظنش هو القضيه، القضيه انه الحكم انه 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 كان يجب عليه انه يعلن للوداد ويعلن بالظبط كمان في الملعب نفسه يا محمد. بالزبط. الملعب نفسه تعلن لي كده على الكول سيستم، تقول لهم يا جماعه احنا بنبلغكم انه الفار عطلان، مش حط لي شاشه وسيبها لي، ايه الشاشه اللي حاططها دي طيب اساسا يعني؟ بالظبط. حاجات كتير قوي بقول لك كان يجب على المنسق
المسؤول يعني هو الكوردينيتور بتاع المباراه، انه كان يبلغ الناس من بدري يا جماعه الحاجات دي. ليه الحفوات الصغيره الاداريه دي ليه اصبحت الان موجوده في الاتحاد الافريقي؟ طب توقعاتك؟ انا متاكد انه هناك قله خبره موجوده في بعض الاداريين اللي موجودين المشرفين على هذه الامور، نتيجه انه حصلت تغييرات كبيره جدا في الناس المسؤوله. يعني انا اعرف منسقين موجودين في الاتحاد الافريقي بقالهم عشرات السنين غير موجودين الان. فدي نقطه مهمه جدا انا ببلغ بها، انه اداريا هناك خلل في توصيل المعلومه للناس نتيجه قله الخبرات اللي موجوده، نتيجه انه الناس اللي بتيجي جديده دي ما عندهاش خلفيات. فانا بقول انه يعني الاتحاد الافريقي في يعني عايزين الموضوع ده يحلها السبب عشان البطوله الافريقيه تنجح يا جماعه، لانه ده كله اولا واخيرا البطوله الافريقيه. ايوه المباراه كان فيها 2 منسق امني، 2 سكيورتي اوفيسر، 2 منسق اعلامي، مراقب للمباراه، منسق عام، كان فيها عدد كبير جدا من المسؤولين في الاتحاد الافريقي ومراقبين المباراه، لكن بالتالي كل هذه الاسامي وكل هذه الاعداد لم تؤدي المطلوب منها، وبالتالي حدثت هذه الازمه. لكن يا محمد انت بتؤكد لي زي ما انا بقول لك، انا بصيت على الاسماء بتاعت السكيورتي اوفيسر ولا الكوردينيتور ولا الكوميشنرز كلهم ولا الريفري اسيسرز كمان الريفري اسيسر. فانا بقول هذه الاخطاء الاداريه دي يعني تسببت في هذا اللغط، لان هي رئيس الاتحاد ليس له ذنب الا انه ما اختارش الشخصيات اللي كانت قادره على ان تؤدي تغيير الاتحاد الافريقي في رئاسه الجديده. هو سبب الازمه، لسبب لانه هناك حصلت تغييرات حتى في المراكز، حتى في الوظائف، حتى داخل الاتحاد الافريقي هناك مدير المسابقات شخصيه جديده لسه ما كملش سنه، المدير اللي هي لجنه الحكام الاخ حقيقه من جيبوتي برضه هو حكم سابق، ولكن يعني محتاج انه اباري رئيس لجنه الحكام اوبيري ده من الشخصيات انا عارفه، كان حكم سابق وراجل الحقيقه مسك لجنه الحكام. كان يجب عليه انه برضه يعني جسامه ده ما يحكمش يا جماعه 5 نهايات ورا بعض ولا ايه؟ بالظبط. طيب توقعاتك المكتب التنفيذي غدا في باريس، يعني انا قلت في البدايه في معلوماتي يعني ان خيار من 2، يا اما يعتمد فوز الترجي وبالتالي هناك عقوبات على الوداد اذا كتب بكاري جسامه انه الغى المباراه او انهى المباراه لصالح الترجي نتيجه انسحاب الوداد، او تعاد المباراه وبالتالي ستطول هناك عقوبات على كل المسؤولين عن اقامه هذه المباراه بدءا من الحكم حتى المراقب والمنسق وكل المسؤولين عن تنظيم هذه المباراه. هل هناك خيار ثالث؟ هل انت فاكر الترجي هيوافق في انه هذه المباراه تعاد؟ انا واخد بطوله وحكم نهالي مباراه على الانسحاب تيجي تعيدها لي ثاني، تفتكر الترجي هيوافق؟ ما دي كمان دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، تيجي تاخد قرار زي ده. هو كل اللي هيحصل انه هيكون هناك نوع من ممكن يكون نوع من الاعتذار من قبل المسؤولين في الاتحاد الافريقي نتيجه الخطا اللي تسبب في الفار، وممكن يكون هناك نوع من القرارات الحاسمه من الكاس سواء لك مباراه تعاد لازم تعاد. يعني الكاس اللي هو لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي لو اقرت بان المباراه دي تعاد هتعاد. بس المكتب التنفيذي هو السلطه العليا للبت في جميع المسائل داخل الاتحاد الافريقي، كابتن شطه حضرتك اضرب ده يعني طبعا المكتب التنفيذي كونه يتبع اجتماع طارئ معناه عايز يخلي القرار قرار من السلطه العليا التنفيذي، مش من سلطه رئيس الاتحاد ولا عضو ولا نائب رئيس، لا عايز بالزبط. عايز الكيان نفسه هو اللي يطلع القرار بالظبط. كده عمل هذا الاجتماع الامرجنسي ميتنج ده، كان الاجتماع يعني هيدرس كل الامور اللي فيه وكل واحد هيعرض وجهه نظره، ولازم تكون هناك شفافيه في ما حدش يدافع عن قرار خاطئ، اهم حاجه انه ان يكون هناك قرار يحل مشاكل الاتحاد الافريقي، لانه المباراتين في النهائي سواء المباراه الاويه الهوم والاويه الاثنين كان فيهم مشاكل بالظبط مع الحكام ومع كمان مع الوداد وبعتقد انه دي حاله لم تحدث في الاتحاد الافريقي منذ سنوات طويله جدا، ان يكون هناك في النهائي بالشكل ده انه يتم احيانا انسحاب فريق في النهائي، ما حصلتش يمكن غير مره ومرتين على حسب ما اذكر، ولكن الحقيقه في الفتره الاخيره اخر 20 سنه او 25 سنه لم تحدث ابدا ان يكون هناك انسحاب بالشكل ده الحقيقه في بطوله افريقيه تعتبر ثالث او رابع بطوله في العالم. يعني كابتن عبد المنعم شط انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.